أسعد الله أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بيتابعني أول مرة معكم لبينا رحاي حاصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية بلوجة الشيخوخة وجمال السيدي. اليوم رح نحكي بنقطة كتير مهمة، هي كيف منقدر نحن منحافظ على جسمنا من السمنة، كيف نحن منفكك الدهون الموجودة بجسمنا. بتمنى منكم أنكم تطرحوا كل الأسئلة اللي بتختص بالقضاء على الكوليسترول، بمقاومة الأنسولين، بالقصص حتى نخفض الوزن بدون أي مجهود. قبل فترة في عنا دكتورة تواصلت معي وكتير عجبتني تجربتها، إنه كيف نزل وزنها 40 كيلو بدون ما يأثر على وشها. وأنا هيدا الموضوع كتير بهتم فيه، إنه نحنا نخفض الوزن بدون ما يأثر على وشنا بهيدي النقطة. مرحبا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ هلا حبيبة قلبي، منورة، يعطيك العافية يا قلبي. كنا عم نعمل مقدمة صغيرة إنه نحن كيف منخفض الوزن بدون نحن ما يتأثر على جمال وشنا، وهيدا اختصاصي. بتمنى تفيدينا بتجربتك، والكل اللي موجود معنا رح يشاركنا بالأسئلة، وبتمنى أنك تردي على كل الأسئلة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. يا عميد، اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا الحمد لله رب العالمين. بصراحه هذا البرنامج اللي انا يعني خضعت له، اللي هو برنامج فيليجريت، يعني على مدار 10 سنوات خلينا احكي، حلو. وانا بعاني من موضوع نزول وصعود نزول وصعود نزول وصعود في الوزن. تماما، هذه لكن مشكله دائجه. نعم، انت احنا بالعاده بننزل يعني 5 كيلو، بنوقف شوي برجع بزيدوا 7 كيلو، تماما، كيلو بزيدوا 12 مظبوط كيلو هالحكي، حسب النظام الغذائي وحركتنا الرياضية وهالقصص. برافو، اللي مية مش لكن الحمد لله رب العالمين، انا مع برنامج فيلي جريت، برنامج بدون حرمان، حتى لو ما بدك تلعب رياضه. انا مش مع ضد الرياضه، انا مع الرياضه، لكن حتى لو بدون الرياضه انت بتشتغل على برنامج علمي وصحي وعليه براءه اختراع، مسموح لك تاكل اللي بدك اياه، لكن تنظم وجباتك، نظام صيام متقطع 16 8، وجبتين في اليوم ناكل فيهم اللي احنا بدنا اياه، لكن قبل الوجبه بناخذ الياف، الالياف هاي بتساعدنا على انه الجسم ما يمتص الكربوهيدرات والدهون الموجوده في الوجبه، فانت بتاكل باريحيه وبنفس الوقت ما بتكسب وزن. ومنتج بناخذه الصبح بيساعد على الجسم انه ياخذ او يحرق الدهون المخزنه لانتاج الطاقه. فبيكون عندنا منتجين، منتج يساعد على انه كل الدهون المخزنه المكدسه واللي فيها عناده في الحرق بيساعدنا على هذا الشيء المخزن، ومنتج ثاني لما بناكل بيمنع دخول الدهون والكربوهيدرات على الوجبه، فهيك احنا ضبطنا عمليه الدهون الموجوده والداخله على الجسم. رائع جدا، رائع جدا. طيب هلا نحن اذا قلت انت بلشتي من وزن فوق المية، قد ايه اخذنا فترة زمنية حتى نزلتي للوزن اللي انت بترتاحي له؟ نحن ما راح نقول جماليا، انت بترتاحي له، بتحبي حالك فيه. والله انا بلشت بشهر 8 2022، يعني بالضبط انا وقتها كنت حضوري للمؤتمر اللي تم اطلاق البرنامج فيه في الشرق الاوسط، كان بشهر 8 2022، كان وزني 104 كيلو، ولله الحمد لله. الحمد لله. خلينا نحكي 3 شهور ونص نزلت على البرنامج 21 كيلو. حلو. طيب الآن أنا استمريت، الآن نازلة 40 ووصلت 42 كيلو كمان الحمد لله رب العالمين. حلو. عملية الهبوط كانت بشكل متدرج، لهيك ما صار في عندي ترهل بالوجه؟ لا، وفي مفاجأة كثير حلوة، لأن قلت مهم أحكي لك إياها. قبل أسبوع في بازار وفي بوث لأخصائية بشرة، كانت عاملة بوث لفحص البشرة. حلو. أنا كثير مبسوطة، ولأول مرة بتقول لي بشرتك هيلثي ونسبة الكولاجين في البشرة الطبيعي 10%، أنت عندك 49%. حلو، قد إيه عمرك دكتورة؟ أنا 46 سنة. 46، لأنه نحن بنعرف بعلم التغذية وبعلم تطور الإنسان أنه بس نوصل على 40 بصير عنا الكولاجين صفر، فهيدا الموضوع اللي نحن بننادي فيه أنه نحن الغذاء الصحي المتوازن هو اللي بيخلي مستويات الكولاجين موجودة بالبشرة وبنحتفظ فيها لفترات طويلة، يعني بصير 50 60 لسه في عنا كولاجين. حلو، شو قصتك كمان رح تخبرينا؟
طبعا اللي بيميز البرنامج انه هو عباره عن الياف وفيتامينات ومعادن، فانت البرنامج يعني يحتوي على 9 انواع من الالياف، 9 انواع من حلو. الفيتامينات والمعادن، فيه صمغ عرض، فيه كروميوم، فيه سيلينيوم. يعني البرنامج اصلا ماخذ براءه اختراع لحل مشكله مقاومه الانسولين، اللي هي مقاومه الانسولين حاليا هي اكبر معضله بتمر، يعني الناس بتعاني منها، ومقاومه الانسولين يتبعها مشاكل الضغط والسكري والكوليسترول، مشاكل تكيسات المبايض عند النساء، مشاكل الغده الدرقيه، كل هاي بفضل رب العالمين عندنا قصص نجاح فيها. وانا من الناس برافو. اللي كان عندي برضه تكيسات مبايض، الحمد لله رب العالمين. يعني كمان تفاجات بعد 3 شهور ونص لما فحصت انه حتى التكيسات بلشت تتلاشى عندي، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا هذا ما كنت بعرف يصير، يعني ما كنت يعني متاكده من الموضوع، لكن الحمد لله هذه تجربتي انا الشخصيه، الحمد لله رب العالمين. حلو. طبعا على موضوع الغده الدرقيه كمان كثير ناس من 150 نزلوا الجرعه ل 100 اللي هم الثايروكسين، وفي ناس برافو. نزلوا من 100 ل 50، في ناس وقفوا دواء الغده، لكن متابعة يحتاج جيدة. على الاقل من 3 شهور ل 4 شهور، وخصوصا اللي عندهم مشاكل خربطه هرمونات، لانه البرنامج بيشتغل على تبديل الهرمونات وتنظيف الجسم وتنظيمه من الداخل، بعدين بنعكس على الخارج ان شاء الله رب العالمين. إن شاء الله أكيد هي فترة التغذية العلاجية بدها وقت أكيد، بس بدنا نضيفهم. الدكتورة قالت إنه بيأثر على الغدة الدرقية وبيخليها تشتغل أكثر، فإذا بتريدوا لما بناخذ البرنامج تابعوا مع طبيب الغدة الدرقية، ما بصير نترك الغدة الدرقية ونحن عم ناخذ الحبوب. يعني مشاكل اللي بياخذ ادويه الضغط والسكري والكوليسترول والدهن، اي دواء، توقيف الدواء او تغيير الجرعه تعتمد على طبيبك. احنا بنمشي تمام، بالبرنامج، البرنامج لازم علمي، نتابع. البرنامج غير طبيعي 100%. اذا حسيت بتغيرات عندك بتراجع طبيبك، طبيبك هو من يخفض الجرعه او يوقف الجرعه، مو نحن. نحن فقط بنعطيك برنامج علمي صحي بيساعدك على ضبط الجسم من الداخل وتنظيفه. لكن انا عم بحكي لك بعض هذول الاشخاص بناء على استشارتهم لطبيبهم هو اللي تم تعديل الجرعه تمام لهم وتظبط. تماما. في أسئلة دكتورة، طيب وين البرنامج؟ وين البرنامج؟ وين شو تبعتي حتى نحفت؟ يا ريت نجاوبهم على الأسئلة. البرنامج هو عباره عن منتجين، منتج نعم اسمه اليونيمي بيكون عباره عن سجد مثل هيك، تمام. والبالانس او اللي هو البايست لايف عباره له عدة أشكال بناء على الدول. في عنا بالأردن إحنا بيكون علبة، يعني علبة اسمها بايس لايف 2، وعنا مثلا بأوروبا وأمريكا موجود اسمه البالانس، وفي الخليج العربي وبعض الدول في عندك بايس لايف. هذه كلها البايس لايف بأنواعها كلها نفس العائلة، لكن اختلاف الدول باختلاف اللي هي دخول المنتج على هاي. أنا كلياتها تمام المنتج، برنامج عبارة عن منتجين، منتج بناخذه الصبح بيغنينا اللي هو عبارة عن اليوربا ماتي، اللي هو بيغنينا عن وجبة الفطور، بيعطينا طاقة، بيعطينا نشاط، بيعطينا حيوية، بيعطينا صفاء دنيا، بيشتغل على المزاج. الأصل فيه أو تركيبته بيعطيك 375 ضعف المتة العادية اللي بنشربها، المتة المعروفة ببلاد الشام، و100 ضعف المادة الفعالة في الشاي الأخضر، وبيعطيك سعادة 4 أضعاف من الدارك شوكليت. يعني نفس المنتج بيغنينا عن هذه كلياتها، كانوا اخذين بنفس مستخلصات. يس هو بيعطيك زبدة الأشياء هاي، فبيغنيك عن فنجان القهوة، بيغنيك عن السكريات، بيغنيك عن أي شيء، وبيعطيك نشاط وصفاء ذهني ومزاج عالي، اللي هو اليونيميت هذا المنتج الأول. بنفس الوقت بيساعدنا نؤخر وجبة الفطور أو الوجبة الأولى لكمان 2 3 ساعات، لتكون الوجبة الأولى عندنا 12 أو واحدة. طبعا هو البرنامج مرن، واحد بيحدد وجباته، لما بناخذ الوجبه اللي هي وجبه الظهر او الوجبه المسائيه تمام قبل الوجبه ب 10 ربع ساعه، بنحل المنتج الثاني اللي هو البايس لايف ب 250 ملي، وبنشربها قبل الوجبه ب 10 دقائق ربع ساعه. حلو. بعد ما ناخذها بننتظر ناكل وجبتنا، طبعا مسموح تاكل اللي بدك اياه اثناء الوجبه، معنا ساعه الوجبه عن جد مسموح تاكل اللي بدك اياه، تاكل حلو، شوكولاته، خبز، رز، اشياء هاي. لكن هاي الاشياء مو مسموحه الا اثناء الوجبه، لانه انا بسمي هذا المنتج هو الحارس، لانه هو بيمنع امتصاص الكربوهيدرات يلا والدهنيات بالوقت، تماما فبيساعد تماما. بدون ما احنا يدخل هذا الشيء على الجسم، فالجسم بيتعرف على كميه قليله من الاشياء اللي هي الدهنيات والسكريات، فبالتالي ما بيرتفع الانسولين بكميه عاليه، اللي هو السبب بانه احنا بنشعر دائما بعد الوجبه برغبه بشيء حلو،
او كل ساعه ساعتين تحس حالك بفتح الثلاجه او بدي اكل اي شيء. فهذا المنتج بيعطينا فتره شبع وعدم رغبه بالاكل، وحتى يعني بيعمل كبح لهي النزوات اللي بتصير عندنا بعد الاكل. فالحمد لله رب العالمين كثير بيساعد في هذا الموضوع. بنضلنا لموعد الوجبه الثانيه بتكون 6 او 7 مساء، برضه بنكرر نفس العمليه. قبل الوجبه بناخذ البايس لايف بنحله ب 250، بناكل وبناكل الوجبه تبعتنا. بين الوجبه طبعا احنا صيامنا فقط عن كل ما يرفع هرمون الانسولين، لانه احنا بنشتغل على ضبط هرمون الانسولين وهو السبب في كل المشاكل الصحيه اللي يتبعها، اللي هو الذبذبات الموجوده فيه. طيب فاحنا هلا الأسئلة عم بيقول إنه شو اسمه المنتج وكيف أنا بوصل لعندك؟ يعني كيف أنا تمام، ممكن آخده للبرنامج؟ كل اسمه التعليم. برنامج التثبيت من خلال الرابط الموجود عندي على صفحتي في البايو، موجود في اكثر من 70 دوله، حلو. باوروبا امريكا وكندا واستراليا والخليج العربي. عن طريق الرابط بتدخل على الرابط وبتعمل بتدخل عليه وبتغير العلم بناء على الدوله. اي حدا مش موجود اسمه ضمن القائمه يتواصل على الواتساب ونعطيه خطوات طريقه الشراء، مثلا زي العراق، زي سوريا، زي فلسطين، اليمن، اي دوله ثانيه غير الدول الموجوده على بالرابط. التواصل الواتساب، بندله كيف الطريقه انه يوصلوا المنتج حلو. باذن الله تعالى. هلا من بعد اذنك انا راح اطلب من الاشخاص اللي عم يطلبوا المنتج واسمه وكيف بنشتريه يعملوا متابعة لحضرتك ويتواصلوا معك بشكل رسالة مباشرة، مشان نعم، ما نحن في ان يعني هلا نحن منبر، يعني صديقتي الدكتورة وانا تفاجأت فيها بهبوط الوزن، وانا اللي بيهمني انه ما صار عندنا ترهل بالوجه، فانا حبيت أنا نفسي شارك المتابعين عندي بتجربتك الكتير حلوة، عسى انه تكون فكرة يعني وصحة للكل توصل، يعني هي فكرة صحية توصل للكل. طيب بالختام نعم. شو بتحبي تقولي لنا؟ صراحة أنا كثير 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 بنصح بالبرنامج، لأنه صراحة أنا من الناس اللي كثير فرق معي صحتي. القولون، كان عندي مشاكل في القولون، كان عندي مشاكل بالشقيقة، مشاكل الوزن كانت جدا 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 متعبني، لأنه كان وزني ما له علاقة بالأكل. الخربطات اللي كانت عندي بالهرمونات هي كانت الحمد لله كلها انتظم. الحمد لله بقول لك ما صار عندي مشاكل في البشره، ما صار عندي ترهلات في الجسم، وهذه كانت صراحه كثير صادمه لي، الحمد لله رب العالمين. فالبرنامج كثير رائع. اللي بيسال عن التثبيت، كيف البرنامج لحاله مثبت، لانك اصلا انت مو محروم، على عكس اي برامج دايت ثانيه اللي بيكون مثلا قائم على الحرمان. نعم. بعد ما توقف البرنامج شوي شوي بلش جسمك يرجع لوضعه الطبيعي، بصير تاكل بترجع لعاداتك الخطا. لا، البرنامج هذا بينظم لك حياتك ويومك. ف يعني انا هلا صار لي تقريبا 6 شهور مش ملتزمه وموقف البرنامج، لكن ما زال وزني عم ينزل. يعني انا بال3 شهور هدولك انا نازله 2 كيلو بدون برنامج. يعني انا ما ما شاء احتجت الله. انه انا برنامج تثبيت، فهو تلقائيا هو مثبت نفسه بنفسه البرنامج، لانه هو هذه من ميزات البرنامج. البرنامج جدا امن، البرنامج مرخص، البرنامج عليه براءه اختراع، ما تاكلوا هم، ما تخ... لا تخافوا. وكمان الشركه معطي ضمانه، معطي ضمانة للاستخدام، وهذا مش موجود في أي منتج تاني حلو. وأتحدث فيه. استخدامه لمدة 60 ل 90 يوم، إذا أنت ما استفدت بترجع العلب فاضية وبتاخذ فلوسك، لأنه بهم الشركة إنه الزبون يكون راضي ومتأكد. طبعا حلوة الفكرة. البرنامج يعني جدا جدا، يعني أنا من تجربتي هلا سنة وشوي، الحمد لله رب العالمين، ساعدت أكثر من مئات الأشخاص إنهم يستخدموا ويستفيدوا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. هلا عم يقولوا انه ردينا منال على سؤالك شو اسم البرنامج كيف بتاخديه، بس في عنا سؤال كتير هام، وضحي اكثر عن الشقيقة ارجوكي. تمام. الشقيقة، أنا بحكي عن تجربتي الشخصية مع الشقيقة. الشقيقة مرتبطة ارتباط وثيق في موضوع القولون. إذا القولون كان سليم و100%، أنا لما انحلت مشكلة القولون عندي انحلت مشكلة الشقيقة، لأنه أنا كنت أعاني، العفو منكم، كل 10 أيام لأسبوعين لأخرج مرة واحدة، دائما كنت عصبية. الصداع عندي عادي جدا، أنا كنت كان عندي صداع مزمن، فعادي متعايشه مع الصداع. لكن الشقيقه كانت تجيني مره او مرتين بالاسبوع، في ناس شقيقه بتجيهم مره بالشهر، لا انا كنت تجيني مره او مرتين بالاسبوع الواحد. لما استخدمت البرنامج، لانه عباره عن الياف البرنامج،
بس يخلص شغله في المعدة لأنه نسبة الألياف عالية، بنزل على الأمعاء فبتزيد، والألياف فيها غذاء للبكتيريا الحميدة في الأمعاء. فلما بيزيد نسبة البكتيريا الحميدة، الصراع ما بين البكتيريا الحميدة والضارة وسيطرة البكتيريا الحميدة على الوضع، فهي اللي بتساعد على أنه يرجع القولون لصحته، الجهاز الهضمي لصحته. إذا حلينا مشكلة الشقيقة مشكلة القولون حلينا مشكلة بالإضافة أن القولون هو الدماغ الثاني وهو مسؤول عن هرمون السعادة في الجسم. طبعا إن تمام هذا تخصصك دكتور تماما لا كلها داري. افكار جميله ورائعه، وفعلا لانه صحه الجسم من صحه القولون. اذا كان القولون ما عم بيعاني من مشاكل، ان كان بالخروج او الامساك المزمن او الغازات او مثل ما قلت السيبو، يعني في عندنا نحن البكتيريا السلبيه كثير مرتفعه، ما راح يصير في عندنا امتصاص جيد للمواد الغذائيه، فنحن عم ناكل صح بس نحن ما عم يوصل هالاكل لجسمنا كله. ففعلا الدماغ الثاني هو الكولوم. اسم نقطة البرنامج، مهمة وبالعراق يمكن قالت الأخت إنه البرنامج إذا ما كان موجود على الرابط فيكم تتواصلوا بصفحتها، يعني هلأ كلكم موجودين تقدروا تعملوا لايك لصفحتها وتتواصلوا معها بشكل مباشر. أوكي، أنا كانت منبري إني أخبركم بهذا المنتج، بقصص النجاح، لأنه في كتير موجود على صفحتها قصص نجاح رائعة لاستخدام البرنامج. وكل إنسان عنده مشاكله الصحية بتختلف عن الشخص الآخر، لكن النتيجة اللي عم نوصلها هي إنه جسد سليم. شو بتحب تقولي لنا كمان لأعضاء أناقة أنثى وعائلتنا الحلوة؟ والله جدا جدا سعيدة بتواجدي معكم وعلى أهلا وسهلا. بينك متابعيني. شكرا يعني للاستماع، وأي حدا عنده أي سؤال استفسار أنا جاهزة لأي رد على هذا البرنامج، لأنه أنا عم بحكي بإيماني فيه، لأنه قلت لك طبقته على نفسي تماما قبل ما أتكلم فيه على أي مع أي شخص. الحمد لله رب العالمين، سعيدة جدا لهي الاستضافة الرائعة منك اهلا دكتورة وسهلا لبينا. فيكي، شكرا وانت صرتي من كثير عائله لكل اناقه انثى. يعني بالنهايه انا السيده سهى عطتنا من وقتها قبل المؤتمر كثير مهم حتى تفوت تعطي محاضرتها بالمؤتمر، بتشكرك كثير لوقتك يعني، وبتمنى لك تكون لقاء جميل مع نعم. الاختصاصيين. تفضلي. حياكم الله. أنا تسلم. اللي حاليا في مصر لأن نعم. ألو. البرنامج، لأن الحمد لله كمان الشركة تم فتح فرعها في مصر، فنحن جايين من باب نعرض المؤتمر كامل بتفاصيل أكثر عن البرنامج وعن فوائده، والحمد لله رب العالمين. حتى اي حدا في مصر حابب يشاركنا برضه ما عندنا مشكله، اهلا وسهلا. المؤتمر أهلا حيكون على وسهلا. الساعه 3 ونص، فبنتشرف فيكم. اي حدا حابب يحضر المؤتمر كمان المؤتمر حضوره مجاني، اهلا وسهلا، يعرف اكثر واكثر ويشوف قصص نجاح على الواقع. حنعرض قصص نجاح، قصصنا، قصص اشخاص من نفس مصر استخدموا البرنامج وحققوا نتائج صحيه، والحمد لله رب العالمين. كثير جميل جدا، بنتمنى لكم التوفيق، وأكيد في بيناتنا لقاءات ثانية بإذن الله. بتشكرك دكتورة وموفقة. ميرسي إلك حبيبة قلبي. أصدقائي سلام، مع وعائلتي السلامة. الحلوة، كنا بلقاء جميل مع الدكتورة سهى، بتمنى أنكم تتابعوا بروفايلها وحتى تشوفوا أنتم قصص النجاح وتتعرفوا أكثر على البرنامج. بنهاية أنا بتشكركم، بتشكر كل فرد كان موجود معنا بالبث. البث رح أنشره على مواقع التواصل الاجتماعي مع التواصل مع الدكتورة مشان نكون أقرب إلى الحقيقة. نحن مجرد واجهة حتى نحن نعرض الأفكار الإيجابية اللي موجودة بمجتمعنا. بتشكركم، وإن شاء الله بنكون دائما مع كل جديد بالصحة والتغذية. دكتورة شكرا، وباي حبيبتي حياك الله، سعيدة باي. جدا، السلام عليكم.